موجز لأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. اندلعت اشتباكات عنيفة بمنطقة جنزور في طرابلس بين ميليشيا فرسان جنزور ومجموعة مسلحة تتبع شخصا يدعى محمد فكار، مع إخلاء كافة الطرق وشلل تام في حركة المواطنين. وأفاد مصدر لليبيا الحدث بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حامد بوجعفر الشهير بالكبش، شقيق القيادي في ميليشيا فرسان جنزور محمود بوجعفر المقرب من متطرفي مجلس الشورى الإرهابي ويوفر لهم الملاذ الآمن في جنزور. وبحسب ذات المصادر فقد تمركزت الميليشيات التي تتبع محمد فكار في مدرسة البرنوس وواصلت مواجهة ميليشيا فرسان جنزور من ثلاث محاور. انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الانتهاكات المتكررة لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا. وخلال مؤتمر وزاري لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، قال ماس: في الوقت الذي أغلقت فيه العالم بأكمل حدوده، استمرت السفن والطائرات المحملة بالأسلحة والمرتزقة في الوصول إلى المدن الليبية، في إشارة منه إلى تركيا التي لا تزال تواصل في إرسال الأسلحة والمرتزقة تحت بنود الاتفاق غير القانونية المبرم مع حكومة صخيرات التي لم تمنح الثقة من البرلمان. وأشار الوزير الألماني أنه قبل بداية جلسة مجلس الأمن الدولي عناصر عملية سياسية في ليبيا، وهي الامتثال الكامل لحظر الأسلحة ودعم متفق عليه من قبل المجتمع الدولي من أجل عملية سلام تقودها الأمم المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار. قال عضو البرلمان الأوروبي تيري مارياني أن تركيا باتت تشكل تهديدا لأوروبا بسبب سلوك إردوغان، وأنها كانت ستؤدي إلى كارثة بسبب تحرشها بالسفن الفرنسية، حيث كانت السفن التركية تقوم بتوريد الأسلحة إلى حكومة الصخيرات وميليشيات داعمة لها. وأضاف البرلمان الأوروبي خلال مداخلة لها على قناة العربية أن تركيا ترسل المرتزقة بشكل مستمر كذلك الأسلحة، منوها أن وقت الأقوال مع تركيا قد انتهى وحان وقت الأفعال. كما أشار مارياني إلى أن تركيا تمارس أنشطة غير قانونية في الشرق المتوسط، وذلك بتنقيبها عن الغاز، مما يؤدي ويزعج جيرانها مثل قبرص واليونان. قال المدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن العدد المرتزق السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات الصخيرات بلغ 15,800 مرتزق حتى الآن. وأشار عبد الرحمن إلى أن من بين المرتزقة مجموعات غير سورية، إلى جانب مسلحين آخرين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب، بلغ أعدادهم نحو 4,000 مجند. قام الجيش المصري بمناورات عسكرية تحت اسم حسم 2020، نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة. كما شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش الغير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر. من جانبه أشاد القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس. مزيدا من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، في أمان الله.